اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين وملك الكواليس الافريقيه ماهر جنينه. مساء الخير ماهر. مساء الخير كابتن سيف، اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام. راضي على البطوله دي؟ اكيد يا كابتن، اكيد راضي عن البطوله، لكن هو مستوى الفرق اللعيبه كلها جايه من اوروبا. البطوله بتقام في يناير، اللعيبه جايه في نص الموسم سايبه فرقها، كل معظم اللعيبه دي محترفه في اكبر الانديه الاوروبيه، فتركيزهم كله مع انديتهم في اوروبا. بعض اللعيبه شايفين ان هم عايزين البطوله تعدي عشان يرجعوا انديتهم في اوروبا، مرتباتهم بيتخصب منها. خلينا نحرك يعني نجوم العالم المشاركين في البطوله دي، يعني لو هم منتخب بلادهم خرج من البطوله مفيش اي مشكله بالنسبه لهم، هيرجعوا مع فرقهم اللي بيلعبوا فيها، عايزين يجددوا عقودهم، تحديدا عايزين مكافاتهم تفضل مستمره، مفيش خصومات من مرتباتهم. في بعضهم واخد البطوله كخطوه عشان يحترف في اوروبا، انه يتشاف، خصوصا اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الفرنسي. المستوى الفني هو اللي كنا منتظرينه؟ لا، من الواضح ان المستوى الفني مش هيبان في مرحله المجموعات، ده بسبب ان المجموعات 24 فريق، طبيعي ان في فرق بتوصل لمرحله عاليه جدا من المستوى اصلا من قبل البطوله، وفرق مستواها منخفض. الفرق بتبقى داخله انا كده كده هعدي مرحله المجموعات وهوصل لدور ال 16. من بدايه من دور ال 16 البطوله دي ستشهد اختلاف فني مختلف تماما. اكيد مرحله المجموعات مش هي هتكون مرحله دور ال 16 في الاداء. النهارده منتخب الجزائر وكتيفوار مثلا في مجموعه واحده، الفرقتين ضامنين ان هم يصعدوا، لكن سيراليون النهارده بتعمل معاهم مفاجاه، بتتعادل مع الجزائر، بتتعادل مع كوتيفوار، لكن ساعه الجد او وقت الجد تحديدا لا، الفرق الكبيره دي مش هتسكت يعني في المباريات المصيريه اللي بتحققها. يعني انا شايف من وجهه نظري المنتخب اللي كل الناس ما كانتش عامله حسابه وماشي بشكل كويس نيجيريا، منتخب جاي من بعيد، منتخب كلنا اتكلمنا وقلنا ان هو ترك مدربه او المدير الفني قبل البطوله باقل من شهر، مدرب كان معاهم من 2016 وحقق انجازات كبيره مع منتخب نيجيريا ويترك الفريق قبلها بشهر، قلنا لا، منتخب نيجيريا يعني تحديدا مش هيأدي الاداء المطلوب منه، لكن شفناه غلب منتخب مصر، وان هو يغلب منتخب مصر تحديدا بيديله دافع كبير جدا ان هو ينافس على اللقب. اسم منتخب مصر قوي، انه يعني يغلب منتخب مصر بمحمد صلاح اللي هو واحد من افضل لعيبه العالم بتدي دفعه قويه جدا لمنتخب نيجيريا. النهارده منتخب نيجيريا يا كابتن سيف عنده 2 لعيبه، موسى سيمون النهارده مطلوب في ليفربول او نيوكاسل وهيروح لنادي من الاثنين، وبنسبه كبيره ليفربول ممكن يخلص فيه، اللي هو دخل في احتكاك مع اكرم توفيق وسبب اصابه لاكرم توفيق، ويلفرد نديدي ريال مدريد طلباه، هي بطوله في لعيبه تبقى رايحاها عايزه تستعرض نفسها عشان تروح فرق اكبر من اللي بتلعب فيها، وفي لعيبه خلاص ضامنه مراكزها في الفرق الاوروبيه اللي بتلعب فيها فما بتاديش الاداء المطلوب منها، خلاص طموحها انتهى عند النقطه دي. في مشكله في الملاعب؟ من وجهه نظري افضل من الجابون، لكن مش زي بطوله القاهره طبعا في 2019، لكن مصر في حته ثانيه. اكيد اكيد مصر تنظيميه الحقيقه في حته ثالثه وسبعه وعشره بشهادتهم كمان، بشهاده كل الفرق المشاركه، لكن ده طبيعي، دي هي القاره الافريقيه كده، اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، القاره الافريقيه كده، ده مستواها، ده مستوى البنيه التحتيه، مستوى الخدمه اللوجستيه اللي بتقدمها سواء النقل او المستشفيات، حتى النهارده في لعيبه بتتعرض لاصابات بتروح للمستشفيات بتاع اجهزه الاشعه مش شغاله، لكن هي احنا بنتكلم على قاره كامله عندها مشاكل، لكن من الطبيعي اقامه بطوله الامم الافريقيه في اي دوله. اكيد بقى شفنا الكاميرون النهارده بنت ملاعب جديده، ده بيساعد في البنيه التحتيه في القاره الافريقيه، بيساعد الكاميرون تحديدا ان هي يبقى عندها ملاعب كبيره جدا، او خطوه خطوه يعني. يعني النهارده الكاميرون بنت مستشفيات برضو، ده مش العدد الكافي، او الفنادق النهارده الناس مش لاقيه اماكن تبات فيها. كيف يتعامل رئيس الاتحاد الافريقي مع رئيس الاتحاد الدولي في القادم، وهل فقد انفنتينو شعبيته في القاره الافريقيه؟ بص يا كابتن سيف، خلاصه الموضوع ده تحديدا في صدام، انا باكد لك بقى من دلوقتي في صدام كبير جدا ستشهده كره القدم في العالم، صدام بين انفنتينو وبين باتريس موتسيبي وبين صامويل ايتو. يعني وهفكر حضرتك خلال يعني ايه دخل سامو الاتو في الموضوع؟ سامو الاتو وباتريس موتسيبي اتحدوا اتحاد كبير جدا ضد انفانتينو، ضد فوزي لاججا، وضد المهندس هاني ابو ريدا. النهارده باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي كان متفق اتفاق تام مع الثلاث اشخاص دول، انفانتينو، فوزي لاججا، مهندس هاني ابو ريدا، وبتكلم ان الثلاثه دول من اللي بيتحكموا في كره القدم في العالم، ثلاثه اقوياء جدا على مستوى العالم. اتفقوا مع باتريس موتسيبي قالوا له خلاص البطوله دي مش هتتلعب. الراجل قعد معاهم في قطر قال لهم خلاص البطوله مش هتتلعب، وانا موافق ان البطوله مش هتتلعب، وهروح الكاميرون اشوف في ايه والوضع ايه. الراجل اول تصريح ليه البطوله في ميعادها، اول ما وصل الكاميرون نزل قال لهم البطوله في ميعادها، البطوله هتتلعب في ميعادها.
ده سبب غضب كبير جدا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سبب غضب كبير جدا لحلفائه اللي هم معاه في المكتب التنفيذي في الفيفا مهندس هاني ابو ريده وفوزي لقجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم. ومن هنا بدات المشاكل، بدا يحصل تحالف من بعض الاتحادات مع باتريس موتسيبي وبعض الاشخاص اللي بيدوروا على مناصب بداوا يتحالفوا مع الفيفا. يعني معنى كلامك ان خلينا نتكلم على انفانتينو تاثرت شعبيته في القاره الافريقيه؟ اكيد اكيد شعبيته تاثرت بشكل كبير جدا في القاره الافريقيه، لكن هو محتاج القاره الافريقيه، محتاج اصوات القاره الافريقيه، لكنه هو ما لقاش في باتريس موتسيبي الراجل المناسب اللي هو يقدر يحركه زي ما كان بيحرك اللي قبله. لقى باتريس موتسيبي شخص مختلف مش فارق معاه الوضع، عايز يطور فعلا كره القدم في القاره الافريقيه. قال لقى فجاه باتريس موتسيبي حتى الان قدم اوراق اعتماده، قدم اوراق اعتماده للقاره كلها في معادها طبعا. بس ده دي حاجه يا كابتن انت يعني ايه يعني هو ده بس اللي نقدر نقول ان هو عمله. طبعا انا ما بابا يعني بكسر كلام رئيس الفيفا، عندي اهم اولا. بس احنا كنا محتاجين تطوير تاني بشكل كبير. بص يا كابتن، التزام في المواعيد، مباريات، ملاعب، دعم للقاره الافريقيه. انا النهارده رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، وعندي اكبر بطوله في القاره، وعندي في البطوله دي اكبر لعيبه في العالم. ان انا اخلي البطوله تتلعب في ميعادها واقف قصاد رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو، ده انتصار عظيم ليا. ان انا اقف قصاد رابطه الانديه الاوروبيه وانديه اوروبا تحديدا، وان انا اخلي البطوله تتلعب في ميعادها، ده اكبر انتصار. اكيد باتريس موتسيبي النهارده تعالى اشوف الصحافه الافريقيه، الصحافه النزيهه في القاره الافريقيه اللي بتتكلم على قوه باتريس موتسيبي وان هو الرئيس السائب للاتحاد الافريقي لكره القدم. وهفكر حضرتك الراجل ده هيعمل ايه؟ الراجل ده هيطور اللعبه بشكل كبير، هيطور التحكيم بشكل كبير جدا. بطوله دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي والزمالك دايما بيتنافسوا عليها هتتغير شكلها. بس انا شايف ان هو هيطور الفتره اللي جايه، مع ان هو منتخب بقاله فتره. لا يعني ما كملش سنه، ما هو دي فتره، هي هو قعد كام سنه عشان نقول ما كملش سنه؟ اكيد كان في يعني ما ست شهور كمان تقريبا ما كملش سنه. اعتقد ان هو هيطلع من عباءه انفانتينو وهيبتدي يشتغل بالظبط لوحده. هيطلع من عباءه انفانتينو وهيبدا يشتغل لوحده. بس هل انفانتينو هيرضى بالموضوع ده؟ النهارده اما في شخصيات كانت موجوده في الاتحاد الافريقي، اما طلعت من عباءه انفانتينو مش في الشغل، طلعت في حاجات تانية كلنا عارفينها. انفانتينو قال لهم خلاص ستوب. يعني معنى كده ان انت كلامك ان في هيبقى في صراعات ما بين البطولات الافريقيه والبطولات الدوليه؟ لا يعني البطولات المنظمه داخل القاره خلاص دي مش هيبقى فيها مشاكل. لكن النقطه، القرار الجريء اللي اتخذه باتريس موتسيبي مخالفا لقرار رئيس الاتحاد الدولي ومخالفا قرار رابطه الانديه الاوروبيه، ده هيخلي في صراع بين انفانتينو وبين باتريس موتسيبي، ده اللي هيعمل المشاكل. النهارده انا هبقى افكر حضرتك برضو ان يعني ما انفانتينو قال للمقربين منه ان ايتو كان هياخد منصب كبير جدا سواء في يعني في الاتحاد الدولي كدور اجتماعي او في الاتحاد الافريقي كدور عن طريق باتريس موتسيبي. انفانتينو قال لا انا مش هسمع ان صامويل ايتو يكون متواجد. لان صامويل ايتو هل ده تحدي ممكن جديد يعمله برضو موتسيبي؟ اعتقد ان هو تحدي. صامويل ايتو اصبح عنده شعبيه كبيره جدا من معظم رؤساء الاتحادات في القاره الافريقيه، معظمهم وليس الكل. باتريس موتسيبي هو الاخر بيدعمه بشكل كبير جدا. المهندس بقى اللي بيخطط للموضوع ده كله داني جوردن النهارده رئيس الاتحاد الجنوب الافريقي لكره القدم، مدير الحمله الانتخابيه لباتريس موتسيبي، هو اللي بيخطط الدنيا دي والاوضاع دي كلها. النهارده انا بقول لحضرتك باتريس موتسيبي هيطور بشكل كبير وهيلاقي الصراع من جانب الفيفا. طب هل شعبيه ايتو دي تهدد موتسيبي ان هو يترشح الدوره القادمه ولا مش فارق؟ باتريس موتسيبي مش فارق معاه اي حاجه، باتريس موتسيبي ما يفرقش معاه ان هو يكون الدوره اللي جايه او اللي بعدها. راجل النهارده متواجد في الكاميرون، رجل اعمال كبير جدا، وجوده في القاره الافريقيه عبء عليه ان هو يكون رئيس الاتحاد الافريقي. اعتقد ان هو هيجي الدوره ديت لو لقى الافضل منه يكون متواجد بعديه هيسلم له الرايه، ما عندهوش اي مشكله. يعني واحد من المصنفين اغنياء القاره الافريقيه ومصنف كمان على مستوى العالم، فمش فارق معاه الموضوع، هو جاي يطور الكوره. بيتكلم كمان ان الموضوع بتاع الاتحاد الافريقي واخد من وقته، بيتكلم ان هو مأثر عليه في شغله وفي عمله الخاص، عطى كل حاجه لابنه دلوقتي، هو اللي ماسك له الامور دي كلها. لو هو شايف ان ايتو هيجي ويكون الانسب، انا بقول لك الراجل ده هيسلمها لصامويل ايتو بدون اي مشاكل. طيب